صباح الفل. الساعة 10:15 يوم الحد، متوقعين انه كمنه يوم حد ويوم ويكند فالدنيا تبقى هادية شوية. لسه نازل من بيتنا، هروح دلوقتي اركب الاتوبيس واروح السينيوم الطيب. ماليش دعوة انا بالباليه الشرير النهاردة، واخد يوم هناك كده استرخائي، نتفرج على افلام، ناكل فايف جايز، نتكلم شوية على الافلام اللي احنا شفناها واركب الاتوبيس. الاتوبيس بينزل بياخدني من هنا لغايه الباب بتاع السينما على طول، من باب السينما ان شاء الله للبيت على طول، حاجه في السلنسيه كده. خليكم معايا على الخط، احكي لكم هنعمل ايه النهارده، افرجكم على شويه حاجات حلوه وربنا يكرمنا. صباح الفل. نقف هنا نستنى الاتوبيس ان شاء الله باذن الله ما يتاخرش ويجي بسرعه. اول حاجه الفيلم بتاع جاكو ديار، مش عارف اسمه، ايميليا بيريز تقريبا، حاجه زي كده. اتمنى ما اكونش متاخر قوي لان الفيلم يبتدي 11:15 وساعات الطوابير بتصدمنا. يعني انا بقف في المحطه دي جنب البيت على طول، دي مفيش يعني جوه البيت نقدر نقول ما بمشيش يعني. والاتوبيس بيبقى مليان بقى ناس من بتوع المهرجان والسينما وبتاع، برضه ما حدش بيتكلم مع حد، هم بيتكلموا مع بعض بس ما حدش بيتكلم معايا انا خالص. بحاول اسوشيالايز ولا شويتين، ما تفتكرونيش قافل على نفسي يعني وعامل كتكوت وبتاع، بس برضه انا مش شخصيه مرتاحه قوي في الحاجات دي يعني. اكلم الكاميرا لكن اكلم بني ادمين كده لا، يا لهوي الموضوع صعب قوي. قشطه، بنركب من هنا الاتوبيس الازرق ده، انا مميزه بكده، دي الحاجه الوحيده اللي حفظته بيها او فهمته بيها يعني. والمفروض بياخد له بتاع ربع ساعه مثلا ولا حاجه ونكون وصلنا. ادينا منتظرين. مساء الفل. احنا دلوقتي الساعة 2:50، لسه في السينيوم الطيب اللطيف اللي انا شخصيا مستمتع بيه جدا، رغم ان انا عارف ان لازم بكرة اروح الحتة التانية بتاعة الباليدي فيستيفال الشريرة الوحشة الزحمة، بعرفش اقعد فيها قاعدة زي دي. انا هنا في حتة او الدورز لطيفة ان شاء الله افرجكم عليها، جميلة حلوة، قاعدين عارفين نقعد، عارفين نتكلم، عارفين نسمع بعض، ناس بتتفرج عليا طبعا كالعادة، بس معلش لازم اتخطى هذا العائق بقى والا مش هسجل حاجة في سنتي. حاطط شوية نوتس هنا بس للكلام اللي عاوز اتكلم فيه، عشان انا عادة بعد ما بقفل الكاميرا بكتشف ان في حاجات كنت عايز اقولها وما قلتهاش. بما اننا في مهرجان فلازم دايما نستعرض الملابس بتاعتنا كالعاده زي ما انتوا عارفين. فسريعا كده للتاريخ يعني. مايك فين؟ المايك لسه موجود؟ لسه سامعني؟ لسه شايفني؟ ان شاء الله اتصور بيه. الماتش كان يقرف بصراحه امبارح، شفت الشوط الثاني من حيث الشوط الاولاني. احب اوجه الشكر لمحمود رياض ورامي سعد لانهم كانوا بيحكوا لي احداث الشوط الاولاني امبارح. لما رجعت شفت الشوط الثاني، الحمد لله حمدت ربنا اني ما شفتش الشوط الاولاني، وكنت اتمنى اني ما الحقش الشوط الثاني. بس المهم ان شاء الله باذن الله فضل على الحلو دقه يا اهلي، ان شاء الله باذن الله تكمل على خير. لسه خارجين من الفيلم بتاع جاكو ديار اللي هو ايميليا بيريز، احلى فيلم شفته لغايه دلوقتي في المهرجان، بس مش عايز اتكلم عنه باسهاب قوي او بمواضيع فيها تفاصيل لان انا عايز اذاكره، لان في شويه حاجات في الكاستنج لازم افهمها قبل ما اتكلم. وهو فيلم فيه وجوه مالوفه، فيه زوي سلدانا وفي ادجار راميريز وفي سيلينا جوميز، واجواءه مكسيكيه، مش حدي بقى تفاصيل اكتر من لازم، بس ممتاز حقيقي ممتاز، فيلم مليان قوي يعني. دلوقتي عاوز اكلمكم عن ميجالوبوليس زي ما اتفقنا احنا النهارده في او عموما في المهرجان لما نيجي نتكلم عن فيلم هندي انطباعات. المره دي انا محضر انطباعات ممكن تكون يعني فيها اسهاب كافي، مش عارف بعد ما اخلص كلامي هبقى لسه حاسس ان انا عايز اعمل ريفيو في حلقه منفصله ولا لا، بس لو حسيت كده هنعمل دوت. اول كادر المره دي اللي انا مختاره دوت لان انا حاسس ان انتوا في الفلوج الاول انا كنت هاجم على الكاميرا في كل حاجه، وده حقيقي لاني ما كنتش لاقي حته احط فيها الكاميرا وابعد عنها اتكلم كلمتين يعني. فالحمد لله ده وفر هنا، وان شاء الله يبقى في اكتر من لوكيشن نجرب منه حاجات. وبرضه لازم اتحرر شويه من القيود اللي انا حطيتها لنفسي لما نروح الارض المهرجان نفسها، اني الاقي حاجه نتكلم فيها كده، ويا سلام كمان لو في خلفيه نستعرض. وانا مفيش خلفيه قوي يعني. حبيبي ابو جلامبو حبيبي، لا خد راحتك، خد راحتك خالص يعني، يا رب الميكروفون يكون مظبط الحاجات ديت. ميجالوبوليس فيلم عملاق حجما وانتاجا واسماء الحقيقه، رغم ان انا ما كنتش اعرف من الكاست بتاعه الا ادم درايفر بس، بس جوه الفيلم اكتشفنا ان في كاست عريض وواسع جدا. وده فيلم نقدر نقول ان كوبولا حقق فيه حلمه بانه هو يعمل فيلم متحرر بالكامل. ولما تتفرج على مبدع زي ده وهو بيعمل فيلم متحرر من كل القيود بما فيها القيود الماديه لانه صارف زي ما هو عاوز وعامل اللي هو عاوزه، تتمنى لكل صانع افلام انه على الاقل في مره في عمره يعيش التجربه دي، انه يجرب التجربه دي، انه هو يورينا لو هو لو هنتعامل مع روحه بشكل خام نعرف نوصل لايه من الحاجات بتاعته. على فكره مش دايما الحاجات اللي ممكن نوصلها ديت بتبقى حاجات ايجابيه بما فيها الفيلم دوت. على فكره مش عاوز اكون بجمل الكلام او بداره ورا الانجاز بتاع فرانسيس فورد كوبولا علشان ما اعبرش عن الحاجات اللي ممكن تكون ما عجبتنيش في الفيلم. الاحداث بتاعتنا بتدور في واقع
تخيلي رمزي موازي، ومش تخيلي قوي ولا حاجة، لأن هو التعقيب بتاعه تعقيب على الواقع وعلى التاريخ وعلى الحياة وعلى المستقبل بشكل مباشر. في أحيان كتير المكان بتاعنا مكان الأحداث هو نيو روم. نيو روم ديت هي مكان تخيلي بيرمز أو بيعبر عن الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن الكلمة اتقالت بشكل مباشر، لأن طبعا الدنيا بتاعتنا مش مقصود بيها أنها تكون كلها بس إيه زغد من تحت لتحت وبتاع، في هبد مباشر في أوقات كتير قوي. ودي تاني فيلم أو ده تاني فيلم بشوفه السنة دي في تعقيب على مستقبل مش مبشر قوي للولايات المتحدة بعد فيلم سيفل وور، بأن الأمور لو استمرت على وضعها الحالي هتؤدي لانفجار بشكل أو بآخر، وده أحد الأشكال اللي احنا بنبص عليها من خلال حاجة تخيلية. بطلنا لو انا فاكر اسمه صح كان اسمه سيزر كاتالينا، اللي هو بيقوم بدوره ادم درايفر، ده المفروض ان هو رئيس هيئة التخطيط او التصميم في نيو روم، حائز على جائزة نوبل بسبب ابتكاره لمادة او معدن معين بمميزات كتيرة قوي، وعنده سوبر باور إضافية أو قوة إضافية، هو إنه بيقدر يوقف الوقت. بطلنا عنده تصور لمدينة جديدة عاوز يسميها ميجالوبوليس، مبنية بالكامل من المادة بتاعته، الهدف الأساسي بيها إن هي تدي للناس فرصة للخيال وللحياة المتحررة والعيشة العادلة والحاجات ديت كلها. ووجهة نظره ديت بتصطدم بوجهة نظر أو منظور عمدة المدينة اللي بيقوم بدوره جان كارلو إسبوزيتو، اللي عاوز يبني مدينة تقليدية ترفيهية بهدف الأرباح التجارية وأمور زي دي. وفي وسط بتاعهم بتوجد ابنة العمدة ده، بنت العمدة، اللي عندها حالة فضول تجاه سيزر كاتالينا وبتتقرب منه، وبعد كده بتقع في حبه. وطبعا ده بيكون مركز صراع غير مركز الصراع الفكري والسياسي والحاجات دي كلها. وبرضو فيما بينهم أطراف تانية كتير قوي لناس أصحاب نفوذ إعلاميين واقتصاديين بيمثلوا كل الجوانب اللي الفيلم عاوز يتكلم عنها ويعبر عنها وبتاع. المهم يعني هي القصة بتاعتنا أصلا مش مهمة قوي، يعني فيها خرام وفيها حاجات كتير مباشرة وفيها حاجات كتير معتادة، هي مش الموضوع إطلاقا، بس هو في قصة في الفيلم على عكس حاجات تانية كتير ممكن نشوفها في مهرجان وما يبقاش فيها قصة من أصله. لا، الفيلم ده ليه قصة وديني حكتها. يعني الأهم من كده هي طريقة التعبير عن كل الأحداث اللي بتحصل أو كل المشاهد اللي بتحصل، لأن إحنا عندنا أشكال تعبيرية متعددة وبلا توقف وبلا تبسيط على الإطلاق، أشكال تجريدية وعبثية وتعبيرية واستعراضية وتخيلية وفلسفية وهندسية وكل حاجة في استعراضية، كل حاجة ممكن نتخيلها. عايز أقول إن زي ما يكون يعني مفيش كلمتين ممكن شخصيتين يقولوهم لبعض في الفيلم وتقالوا بشكل مباشر، لازم يعني ما تقالوش زي الناس كده كمان قاعدين بيتكلموا مع بعض، لازم في حاجة وحاجة مبهرة جدا تستحق الاحترام بكل تأكيد. يعني لما تيجي تتفرج على اللوحات وعلى الأرقام كنت عايز أقول سكتشات وبعدين قلت مش فرق كتير يعني، بس هي مش المقصود بيها كده، الفقرات العديدة والإسهاب في إتقان وصقل كل حاجة اتقدمت على مستوى الملابس، على مستوى الأماكن بتاعة التصوير والديكور، على مستوى التخيل حتى. يعني عادي ما الإمكانيات موجودة عند ناس كتير وممكن يحاولوا يبدعوا بأشكال كتير، ولكن الخيال اللي موجود عند كوبولا وهو بيحاول يتخيل الأماكن اللي الأحداث دي هتدور فيها أو السيناريوهات اللي الأحداث دي هتدور فيها شيء مبهر، شيء مبهر ومبدع ومثير للإعجاب إلى أقصى درجة ممكنة. الحاجة التانية كمان الأداءات التمثيلية، لأن الفيلم دوت متميز جدا على مستوى الأداء من آدم درايفر، وشايا لابوف اللي لقيناه في الفيلم هو عامل دور مجنون جدا واخد فيه حريته جدا، وهو الرجل المناسب في المكان المناسب بكل تأكيد. جان كارلو إسبوزيتو زي ما قلنا، جون فويت عامل دور كويس مع إني كنت نسيت الراجل ده خالص، داستن هوفمان عامل دور باهت جدا مش نقدر نعتبره مش موجود معانا في الفيلم أصلا. عاوز أجمل الحاجتين دول بقى في بعض، القصة بتاعتنا اللي هي مش مهمة إطلاقا، والأشكال التعبيرية الكتيرة اللي بتميز الفيلم في الأساس، وبرضو ندمج عليها حاجة مهمة جدا وهي الفكرة، مش هقول الرسالة يعني، بس الفلسفة اللي الفيلم بيقولها، وهي طبعا فلسفة فيها تعقيب وتعليق مباشر سياسي واقتصادي واجتماعي ومستقبلي وتاريخي وكل حاجة. وتعقيب دوت الحقيقة في أحيان كتير كان بيبقى بالنسبة لي مربك، لانه في الاغلب مباشر، يعني مش حاسس يعني درجه التعقيد اللي موجوده باساليب التنفيذ بتاعه المشاهد بتاعه الفيلم لا تتناسب مع درجه المباشره بتاعه الرسائل اللي بتتقال من خلال المشاهد ديت والتعبيرات ديت، او حتى في شكل حوار ما بين الشخصيات، وده ما ابهرنيش قوي وده
بكل تأكيد لو أنا فاهمه كويس. بس هو الراجل زي ما يكون بيقدم رسالته، مش عايز، مش متأكد إذا كانت الأخيرة ولا لأ، بس هي زي ما تكون، زي ما يكون بياخد الفرصة لإنه يؤدي أو يوصل رسالته الأخيرة من خلال صناعة الفيلم وفلسفته كصانع أفلام كبير وقد يكون الأكبر والأهم في تاريخ السينما الأمريكية على الأقل. كمان التعقيب اللي بيتقال ده كله على بعضه ممكن يكون شاعري أكتر من اللازم، متفائل أكتر من اللازم، يعني ما تحسش إن هو حاجة بتنزل تحت ليليرز كافية على مستوى مش قصدي الفلسفة، ومش قصدي فلسفة التنفيذ، قصدي الرسائل. يعني طلعنا من الفيلم دوت بأن الراجل بيحاول يوصلنا رسائل معينة شاعرية، عايز أقول خيالية، مش قصدي خيالية إن هي شاطحة يعني، بس خيالية في واقع إن هو فاهم كويس قوي التعقيدات وبيقدمها بشكل قوي جوه العالم اللي يمنع الصورة اللي هو بيقدمها. وممكن يكون هو دوت قصده، أعتقد إن هو مايل إن يكون دوت قصده، بس كان مربك شوية إن اليوتوبيا شكلها عامل كده ومعطياتها عاملة كده ولا يمكن أن تتحقق على الأرض حتى لو كانت تحققت في الواقع الموازي اللي هو حابب يتخيله او حابب يتصور انه هيكون موجود. بدري قوي ان انا اقول تقييم للفيلم، بس انا مايل للحته بتاعت 7.5/10. انا متخيل ايه اللي ممكن يزعل ناس مني في الموضوع دوت لعشاق هذا النوع من السينما، في ان اللي انا بقوله ده بساوي فيلم بفيلم تاني، بس هو فعلا فيلم انا كلاس اوف هيز اون زي ما بيقولوا، اوف اتس اون، حاجه مش شبه اي حاجه حقيقي، فيلم مش شبه اي فيلم، ورحله مش شبه اي رحله، واستمتعت باوقات كتير فيها وارتبكت ومخي ورم ونمل من حاجات كتير فيها، عملت كده وانا قاعد بتفرج على حاجات كتير فيها. اعتقد ان دوت ممكن يوصلكم للصوره. عموما عشان ما حدش يزعل مننا قوي، تعال نقول 7.5/10 ده تقييم الفيلم. والقصدي من التقييم دوت هو اني اوصل للناس هم لما يجوا يقعدوا يتفرجوا عليه هم مقربين من ايه، او داخلين على ايه، او الرحله اللي احنا فيها شكلها عامل ازاي، علشان تبقى التوقعات في موقعها الصحيح. اللي فاضل لي في اليوم، لا مش اللي فاضل لي في اليوم، هي الخطوه اللي جايه ان شاء الله، عندي فيلم On Becoming a Guinea Fowl، ده كان موجود من اول يوم في المهرجان تقريبا بس انا ما شفتوش، لقيته النهارده وهنا في السينومي في السينيوم. زي ما اتفقنا مش همشي من هنا النهارده غير وانا مروح بيتنا. ده مش فيلم في المسابقه الرسميه، وفي انسرتان روجار، وانا عموما ما شفتش افلام كتير في المسابقه الرسميه، وده موضوع هحتاج ان انا اصلحه على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله. دلوقتي انا جعان وقدامي مثلا ساعه على بعضها قبل ما الناس تبتدي تخش للسينما للفيلم اللي بعده اللي هو الفيلم بتاعي ده، لا قبل ما الطابور يتكون يعني. والمكان القعاد مش مهم، السينما هنا جميله جدا، هنتفرج على الفيلم في سينما اي ماكس، كرسي جميل وتير حلو، شاشه عملاقه بتاع ما اعرفش مين، مزيكا مزيكا. السيجمنت ده طول قوي مني، معلش انا حاسس ان هو ضروري ان هو يتحط زي ما هو، ما ينفعش نلعب فيه، ممكن اللي حواليه بقى نحاول نخليه متحفظ شويتين، ولكن بالنسبه لي انا دلوقتي حان الوقت لفايف جايز. ما أحلى الرجوع إليه، جميل المرة دي، جميل. ده دبل تشيز برجر، كاتب مخلل وكاتب وماسترد، بصل مشوي ومشروم. نفس الطلب اللي بطلبه في كل مرة، مرة واحدة بس كان مبهر، هي أول مرة كان خالص في باريس في الشانزليزيه. بطاطس فشيخ، فشختها ملح وفلفل. حد شغل الدكتور كانت احلى مره على الاطلاق. بعد كده في بلجيكا، في ايطاليا ما كانش حلو قوي، غير موقع الثانيه في فرنسا. يعني خدنا فايف جايز تاني في فرنسا بس ما كناش برجر. في العادي لما ببقى سوبر جعان يعني باخد برجر وهوبا، المره دي خدت برجر بس. يبدو ان الموضوع متعلق بفرنسا. روح انتوا بقى عشان انا هقلع له ده.
وبينضم لنا في هذا اللقاء السريع مستر أندرو محسن. مساء الفل. مساء الفل. ازيك؟ انا ما صدقت لقيت حد اعرفه هنا في السينيوم. انتوا ما بتجوش هنا خالص، دايما موجودين الناحيه الثانيه. يعني المشوار شويه، يعني ربع ساعه هنا في كان بتجازي بتفرق معاك بقى، بترحل لك الجدول كله، فاعتقد عشان كده ما حدش بيكسر دي. انت في طابور ما تعرفش هتطلع منه امتى والازمه بتاعته. وانت اكيد اخدت بالك من هنا بيعشقوا الطوابير جدا. في تقديس للطوابير في كل حاجه. بيعملوا اشكال هندسيه للطوابير. يعني احنا هنا في السينيوم لما يكون في الاي ماكس ساعات يعملوا طابور يمتد لغايه هناك. ايوه وساعات يطلعوه من الباب ده ويدخلوه من الباب ده. انا ما ببقاش عارف فين الاول من الاخر، لازم نقعد نسال. ايوه، ومش ده بتاع التذاكر ولا ده اللي من غير تذاكر، يعني كل حاجه ليها طابور لوحدها. بس بتسال على اسم الفيلم. ايوه، ايه انت بتقول هنا ليه؟ انت ما تعرفش انت واقف في اي فيلم. بس انا مبسوط قوي ان جات الفرصه اتكلم معاك. انا اكتر. معلش قضيتس بقى، انت حاليا التايتل بتاعك ايه؟ انا حاليا مدير البرمجه في مهرجان الجونه السينمائي. لا، مهرجان الجونه السينمائي. مهرجان الجونه. سبت مهرجان القاهره. نقلت الناحيه الثانيه. اوكي، انا كنت فاكر، يعني كنت باخد الابديت بتاعك في مهرجان القاهره. مظبوط. اوكي، طيب التايتل بتاعك في مهرجان الجونه السينمائي ليه علاقه بتواجدك المره دي، ولا انت جاي بصفتك ناقد محب الافلام فقط؟ لا لا لا، ليه اكيد يعني طبعا بشتغل في النقد وبكتب، بس لا، الاساس ان انا جاي عشان نشوف افلام للمهرجان ونحاول نشوف مهرجان افلام للمهرجان، حاجات ممكن تنزل في البروجرام بتاع مهرجان. بالظبط كده. اوكي، وزائد كمان عشان نقابل الشركات التوزيع ونشوف ايه الجديد اللي عندهم، ونبتدي نشو انترست في الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، او الحاجات اللي شفناها قبل كده مثلا في برلين او سندانس، ومحتاجين ان احنا نفاينلايز ديلز بتاعتها عشان تبقى موجوده معانا في الجو. لا، اشرح لنا الموضوع بقى باسهاب اكتر عشان نفهم الدنيا بتمشي ازاي بالظبط. عاده الماركت كان من المهرجات الاضخم طبعا، مش بس على مستوى الافلام لكن على مستوى الماركت كمان، ان انت تقريبا اغلب الشركات المهمه في صناعه الافلام، في توزيع الافلام، في السيلز، كل ده بيبقى موجود في كان، في الماركت بتاع كان. أوكي. فالجزء من المهم اللي احنا كلنا عارفينه هو مشاهده الافلام، الجزء الثاني للبروجرامنج وللبرمجه بتاعه المهرجانات، ان انت بتقابل الشركات دي علشان تتفق معاها على الافلام دي، علشان تبين لهم ان انت مهتم بالفيلم، عشان تتابع افلام انت بعت لها انفيتيشنز قبل كده. فكان هو نقطه تقريبا التقاء بتحدد كل الخريطه بتاعه ميالي، حتى لو مش بتتفق على فيلم من كان، حاجة قبل أو حتى حاجة بعد. مثلا انت بتبقى عارف ان الفيلم عندهم فيلم جديد هيبقى في فينيسيا، هيبقى في لوكارنو، وهو عشان كمان معاد المهرجان هو في نص السنة بالظبط، وهو تقريبا بيحدد خريطة كل ما سبق وكل ما يليه. ودي جزء مهم جدا في كان، بجانب الافلام الفظيعه اللي بتبقى موجوده طبعا. ما زلنا في السينيوم، والساعه دلوقتي بقت 6 الا تلت، لسه مخلص فرجه على الفيلم الزامبي، الفيلم الزامبولي، On Becoming a Guinea Fowl. ده فيلم زي ما قلنا في Uncertain Regard، مش في المسابقة الرسمية، خدته على البريمس بتاعه كده، يعني قريت عنه الموضوع بتاعه، حسيت انه هو intriguing، حسيت انه هو ممكن يكون مثير للاهتمام، فقررت ان انا ادخله واتفرج عليه، وما ندمتش الحمد لله، رغم اني في البدايه كنت خايف ان انا اندم شويه للامانه، لان الفيلم بيبتدي بدايه هاديه قوي، حقيقه الموضوع بتاعه بتتكشف مع الوقت، ومش عايز اقول متاخر شويه، بس انا عندي دليل على ذلك، لان عقبال ما الموضوع بيبان قوي، بيبان الفيلم بيدور عن ايه والموضوع اللي هو بيتناوله ايه، كان في بعض الناس بالفعل يأسوا من الموضوع وخرجوا من صاله السينما، لان في الاول الدنيا مربكه ولغتها السينمائيه ما كانتش جذابه قوي. الفيلم زي ما البريمس بتاعه موجود نفسه على الموقع بتاع المهرجان، عن شخصية اسمها شولا سايقة عربيتها ماشية في الطريق، بتفاجأ بأنها شافت جثة على الطريق، تنزل تشوف ده مين، بيطلع خالها، وبعد كده الأحداث بتنطلق من النقطة ديت مع المراسم بتاعة الجنازة، بنتعرف من خلالها على العادات والتقاليد بتاعة المجتمع الزامبي البسيط جدا في حاجة زي كده. ولكن اللي يهمنا احنا في الموضوع ان مع مرور الوقت ومرور الأحداث والتفاعلات ما بين الشخصيات، بنفهم ان في سر دفين في هذه العائلة. الفيلم حلو، حلو ومهم وتقيل، بس يعني هين عليا لو كان في فرصة للناس انها تتفرج عليه ما كنتش اقول لكم السر ده ايه، بس اعتقد ان من الامن ان انا اتكلم عنه بشوية حرية. هو السر دوت بنتبين ان الخال ده اسمه ايه؟ اسمه فريد، كان دائم الاعتداء على بنات العيلة، بيتحرش بيهم واغتصب عدد كبير منهم، وده طبعا سايب اثر كبير جوه العيلة نفسها، ان السر ده حقيقة كان معروف، ما كانش خافي على الكل، اخواته كان عندهم فكرة، كان عندهم فكرة
الفكره ان بناتهم بيتعرضوا لده، ولكن زي اي مجتمع محافظ في العصور السيئه جدا اللي مش بعيده قوي واللي بعضها لسه دائر لحد دلوقتي، اختاروا ان هم يداروا على الموضوع وبيقولوا ان هم اتكلموا معاه وحاجات بالطريقه دي. بس طبعا ده ساب اثار مدمره على كل افراد العيله، وبنطلع عليها واحده واحده زي ما بقول لكم. اللي احنا اكتشفناه دوت ما بيبانش بالكامل غير في النص الثاني من الفيلم مثلا، ساعتها بتبتدي ترجع كمان لبعض الاشارات وبعض المشاهد اللي كانت في البدايه، بتفهم الدلاله بتاعتها كانت ايه والمفروض انها كانت بتشير لايه. الساحر في الموضوع، بعيدا طبعا عن الموضوع الصادم، انا بتكلم على الساحر في الموضوع، هو عادات المجتمع بتاع زامبيا وازاي ممكن تكون نواياها تبدو ان هي طيبه، ولكن في الاخر هي كلها بتجعل الجميع شركاء في جريمه، يا اما مرتكبين ليها يا اما متسترين عليها، خصوصا في الموقع او شكل العلاقه ما بين الستات بتوع العائلات مكان بسيط زي ده وما بين الرجاله اللي حاسين ان هم يكفي ان هم رجاله وخلاص، هم كده عاملين كل اللي عليهم. لكن الهيفي ديوتي، الشغل اللي بجد، المحاولات مداواه الجروح بتاعه العائله، الطبيخ، المراعاه بتاعه الجنازه، الامور دي كلها اللي بتعملها الستات. وطبعا المنظور ممكن يكون صادم شويه لما تيجي تتفرج عليه، ولكن لما تيجي تتخيل المجتمعات البسيطه في كل حته احنا نعرفها وعندنا ألفة معاها، هتلاقي الموضوع مش غريب قوي، ومن المفيد ان احنا نطلع عليه باعين ثقافه مختلفه عن الثقافه بتاعتنا. اخترت ان انا اتناول الفيلم بسرعه بعد ما خلصته، لان زي ما قلت مش متخيل ان هو هيكون مهم قوي للناس ويهتموا بيه. بصراحه انا قصد اخبيه في حلقه متكلم عليها عن فيلم كوبولا، على اساس ان الناس هتيجي تتفرج على اللي انا بقوله عن فيلم كوبولا فيستفيدوا او يطلعوا شويه عن فيلم زي ده لانه يستحق الاهتمام. الفيلم مشارك في انتاجه A24 على فكره، فمش مستبعد تماما فرصه انه ممكن يكون في فرصه ان هو يتشاف، وانا برشحه بقوه وبرشح الصبر عليه اثناء مشاهدته، خصوصا على الجوانب الفنيه في الربع الاخير او في الفصل الاخير. الموضوع جميل، الموضوع زي ما بنقول كده بيجمع بقى كل المتغيرات اللي احنا عدينا عليها واشارات كتير داخل الاحداث ما كناش فاهمينها وما كناش مجمعينها بالقدر الكافي. اعيد اسم الفيلم كمان مره، On Becoming a Guinea Fowl، والاسم عبقري على فكره برضو للي هيشوف الفيلم. Guinea Fowl دوت شكل من اشكال الفراخ احنا مش متعودين عليه، انا ما اعرفوش عن نفسي، موجود في زامبيا وليه صفات معينه ليها علاقه بالفيلم. يعني حاولت ايه اسيب الدنيا شويه ما بين حاجات مجهوله وحاجات معروفه وحاجات غششتها لكم وحاجات زي كده. لو في فرصه لحد يتفرج على الفيلم اديني حاولت اكون عادل بالنسبه له، وبرضه هيبقى في حاجات كتير قوي اللي حابب يتفرج انه يكتشفها. فاضل لي فيلم اخير، الفيلم الاخير اللي فاضل لي النهارده اللي انا حاجزه هنا برضه في السينيوم. مش عايز امشي يا جماعه، انا مش عايز اروح المكان الشرير التاني ده خالص، انا عايز افضل هنا في السينيوم الطيب الجميل. انا بتكلم انا عرفت اعملها هناك دي. ما علينا، الفيلم اسمه ارمون، فيلم اسكندنافي على ما يبدو، نرويجي هولندي الماني سويدي، تحس ان هي مجموعه في كاس امم اوروبا. برضو اخده على موضوعه كده، ان شاء الله بتكلم عليه بتفاصيل اكتر لما ابقى اشوفه. مش عارف بقى لو هنعمل دوت في النهارده، مش عارف اذا كنا هنعمل دوت في الحلقه دي من الفلوج ولا الحلقه اللي جايه. اتصور ان احنا بعد مشاهده الفيلم دوت هيبقى عندنا بس فقره اخيره في الفلوج بتاعت باي باي. انا مستمتع النهارده بكل حاجه في اليوم، بالمشوار، بالاكل، بالقعده، بالافلام، بكل حاجه في الدنيا. ابقى بس ان انا اعمل شكر ليه علاقه بامبارح مش بالنهارده، لدوله لبنان. الفكره ان انا امبارح كنت بتعذب علشان الاقي حته اكل فيها، مطاعم كتير جدا 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 بس زحمه جدا جدا جدا، مش عارف الاقي اي حته اقعد فيها. فاكرين كنت قلت لكم الموضوع دوت في الاخر وانا ماشي هائم على وجهي كده، كنت مشيت كتير جدا وتعبت كتير جدا وظهري كان واجعني وكل احوالي كانت في اسوء الدنيا. انا خبطت في مطعم لبناني، قعدت لقيت كرسي على ترابيزه في الشارع. ما طبعا مش اسف ان انا ما صورتش ساعتها، بس يعني انا حاسس لو كنت طلعت الكاميرا وحطيتها زي ما انا حاططها دلوقتي كده غالبا كان حد نتشى وطلع يجري. كنت قاعد في الشارع في وسط الزحمه وبتاع، بس اكلت وشبعت وانبسطت. فحابب اقدم شكر لدوله لبنان لسبب معين، وهو ان احنا يعني بننسب افضال كتير قوي في حاجات كتير في حياتنا لعدد كبير من الدول العربيه. بنحب مصر اللي بتقدم لنا كذا، والسعوديه اللي قدمت لنا كذا، والمغرب اللي ليها فيلم بسطتنا بيه، والجزائر وتونس والكويت والامارات وكل حاجه في الدنيا، بس بننسى نشكر لبنان على انها اللي بتنقذنا واحنا مسافرين. يا جماعه يعني انت بتبقى ماشي زي ما تكون في صحراء، رغم انك مش في صحراء، انت كل حاجه قدامك بس مش عارف تدخل لها منين، ومش عارف تلاقي كرسي تقعد، مش عارف تاكل اكل وانت متاكد ان هو امن وبتاع، لغايه لما تشوف اي كلمه ولا اي علامه ليها دعوه بلبنان تعرف انك ممكن تقعد تاكل بامان وتشرب وتشبع وتقوم تروح وانت تمام كل حاجه في الدنيا. ف
تحيه. ما كنتش متخيل ان انا عاوز اتكلم على الفيلم دوت قبل ما اروح النهارده، بس لا مش هرتاح غير لو اتكلمت عنه او يعني انتقمت منه بصراحه. فيلم ارماند ولا ارمون ولا هو فيلم سويدي، يعني المفروض نحدثه بدور في السويد على قد ما انا فاهم. في اشارات لانه بيدور في السويد، انا مش فاهم اللغه يعني، فما لقطتهاش من النقطه دي خالص. فيلم قلنا انتاج سويدي الماني هولندي نرويجي، عشان كده الارجنتين كسبت كاس العالم، علشان انتوا فاضيين للكلام الفارغ ده. عارف انتوا لو تركزوا في حاجه مفيده ما كانش يحصل حاجه زي كده. المهم الفيلم والله انا زي ما بقول لكم بالقصه بتاعته، المقدمه بتاعته لما قريتها كانت مثيره جدا للاهتمام بالنسبه لي، ان في خلاف في مدرسه، خناقه ما بين ولدين او حاجه زي كده، ولدين صغيرين عندهم 6 سنين في مدرسه، وبعد كده تم استدعاء ولي امر، ام ولد اللي هو المعتدي وابو ام الولد المعتدى عليه، علشان يحققوا في الموضوع يوصلوا لحلول مع بعض والحاجات الظريفه بتاع مجالس الاباء اللي انتوا عارفينها دي. وبعدين لما بيبتدوا يتكلموا يشرحوا الواقعه نفسها، بنكتشف ان الواقعه تحمل عوامل حده اكتر من كده قوي، لان فيها اشتباه لاعتداء جنسي. وبعدين الاحداث بتدور داخل هذه المدرسه. يعني الفيلم فكرني شويه في الاول بكارنج، فاكرين كارنج بتاع كيت وينسلت وكريستوف فولتس والناس دي، اللي هو كان من افلام الجلسه الواحده ومن افلام الفصل الواحد، وهم قاعدين في مكان واحد عمالين يتكلموا، الحوار طبعا بيتصاعد وكلام زي ده. بس هو مش كده، هو مش اكسباندد قوي، مش واسع قوي، هو داخل مبنى المدرسه، الاحداث كلها بتدور داخل مبنى المدرسه. بدينا كويس، الحده والتوتر اتبنوا كويس، المواجهه الاولى كويسه، في شويه ترطيش بعد كده كويسه، ولكن في الاغلب لا، كالعاده لازم نروح لاساليب التعبير الفنيه المجعلصه الصعبه. ويا سيدي ماشي، هي اساليب رائعه وممتازه وقويه جدا، انا اللي مش فاهمها على عيني وعلى راسي، ليه طويله قوي كده؟ ليه ليه ليه؟ الفيلم ساعتين تقريبا، انا حسيت ان هو 5 ساعات وانا بتفرج. في مشهدين بالتحديد يحملوا قدر من الازعاج مش طبيعي بسبب طولهم وفلات جدا، التصاعد اللي فيهم صفر، هم زي ما اتولدوا زي ما ماتوا، المشهدين مفيش اي حاجه حصلت. واحد منهم فهمت بعض ابعاده، احنا بنتكلم على حاجه يا جماعه، وانت قاعد بتتفرج تحس انك في امتحان ثانويه عامه، يعني فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني مفيش حاجه اسمها تذوقت وان انت فهمت ولا ما فهمتش. تاني لا 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 لا، التاني لا لا لا، التاني حاجه صعبه قوي، والفيلم عمال يزق 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 يزق، حتى بعد ما خلص مش هاين على البي حط لنا شاشه النهايه، قفل على شاشه سودا وسابها يجي دقيقه، ما انبسطتش. الموضوع كان ممكن يروح في حتت لطيفه وكويسه، خصوصا الفيلم عموما على مستوى القصه بعيدا عن الجعلصه، في ده في توستايه في الاخر كمان ومثيره جدا للاهتمام، والقصه بتاعتنا قفلت قفله كويسه، يعني خدنا فول سيركل، ما سبناش حاجات مفتوحه، ما سبناش حاجات متنطوره، تاملنا كتير في حياه الناس ديت وفي الاسرار اللي بتحملها وفي التباين الكبير اللي بيحصل للاطفال الصغيرين من وهم صغيرين، وبعد كده التجارب اللي بتبني الشخصيات بتاعتهم لما بيكبروا، كل ده كلام جميل، ولكن الاصرار على تسلسلات. يمكن يكون هو كان قصده يكشف عصب ويقعد يزق فيه بغرض ازعاج المشاهد او استفزازه لدرجه اكبر، ماشي، ممكن انا ليا الحق ان انا اقول اني ما ارتحتش لده، ولا عيب، ولا ما يصحش مجموعه البتاع ده تتضايق مني ولا حاجه. احسن، انا احسن، انتوا عايزين تطمنوا عليا، انا دلوقتي احسن شويه. حلو الكلام، هقوم، مش عارف الدنيا الساعه كام، الساعه داخله على 9 والدنيا لسه منوره يا جماعه، حاجه غريبه، هذه البلاد حاجه غريبه قوي والله. طيب انا هقوم، ما اعرفش، لو عايز اشرب حاجه اخيره مثلا، وبعدين اخد بعضي واتكل بقى ارجع البيت، علشان المفروض ان شحروري بعت لي الفلوج الاول عايز اتفرج عليه علشان نببلش، احنا النهارده الاحد عاوزين نببلش بكره الاثنين ان شاء الله. يا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم. الساعة 9 وإيه؟ 9:30 في الدنيا، على فكرة مش مظلمة قوي لسه، يعني مش فاهم أنا في إيه، أنا مش حاسس إن أنا كنت باجي متأخر عن كده كل يوم، يعني كنت بحس إنها بالليل أكتر من كده. المهم خليني أوريكوا بيتنا فين، أحي هو بيتنا فين؟ لا مش هتوه تاني، لا لا يا جماعة، لا هو الناحية التانية أكيد، لا لا لا، هو بس عشان الاتوبيس جاي من ناحيه، ايوه بالظبط زي ما قلنا كده. المحطه بتاعت الاتوبيس سان مارغريت اسانسياف، ده اسمه ايه جوجل بطيخه، ده مش معترف بيها، يعني هو مش شايف ان دي مكان على الخريطه اصلا. القانون بيقول المفروض ان انا لو عايز اعدي الراجل ده يقف، بس هو ما وقف ليش. ماشي، يبقى انا اللي فاهم القانون غلط، اكيد مش هو.
تعالوا بقى نخوض تجربة الرعب الإنساني بتاعة دخول بيتنا. مش قلبت على حاجة منورة شوية علشان تشوفوا معايا؟ ده مش قد يعني الدنيا ضلمة عن كده شوية، بس أنا منور سيكا عشان تشوفوا معايا الدنيا بتمشي إزاي. بس نعمل كده. جميل، مزيكا مزيكا، أول خطوة دي مزيكا. وبعدين أمشي في هذه المساحة الموحشة. حتى الآن كله كويس، جميل مش وحش. في بقى يا جماعة مرحلة بوصل قدام باب العمارة اللي أنا فيها، وبعدين بقوم ببعض الطقوس الوثنية، لأن أنا الحقيقة مش عارف المفروض أعمل إيه عشان أفتح الباب، فأنا بعمل حاجات عشوائية كده لغاية لما في حاجة فيهم تلقط. ولغاية دلوقتي مش عارف، ده تالت يوم أهو، تالت مرة أبقى مروح يعني، ولا رابع مرة، تالت مرة، رابع مرة، مش عارف. ولغاية دلوقتي مش عارف الباب المفروض يتزق ولا يتسحب. ماشي. العقل بقى بيقول إيه؟ إن في هنا في الحتة دي، أنا ممكن أكون اتنشلت في الأتوبيس، الأتوبيس كان عذاب. أعمل كده. في حاجة عملت تك. أنا مش سامع تك. أنا أصلاً بساور بتاع الصح ولا الغلط، إيه المفروض أعمل كده؟ وبعدين نروح ساحبينه ولا شادينه؟ أوبا أوبا يا أسرع مرة، أسرع مرة لحد دلوقتي أروح فيها. يا سلام يا حلاوة. قشطة قشطة، مزيكا الدنيا النهاردة، مزيكا. كل ده عشان أنا كنت في السينيوم الجميل مش بتاع الشرير التاني. الحمد لله بالسلامة. وبالوصول للمنزل تنتهي مغامرتنا النهاردة. كان يوم ظريف جدا والله، وفي احتواء كده وبيفكرنا بناس طيبة يعني، والدنيا جميلة وسالكة وبتاع. أنا لغاية دلوقتي معرفش مين اللي كسب الدوري الإنجليزي، أعتقد إن مانشستر سيتي كان كسبان 3-1 فالموضوع خلصان. عايزين نعرف الزمالك عمل إيه في نهائي الكونفدرالية كمان يتهيألي المفروض الماتش يكون خلص أو لسه شغال، مش مدرك قوي، هبص كده. فنقول مبروك للإخوة الزملكاوية مقدما لو كانت النتيجة خير، وإن شاء الله بإذن الله تكون خير يعني. بس كده، أراكم في يوم جديد. باي باي. صباح الفل. الساعة تقريبا 11 الصبح يوم الاثنين 20. كنت فاكر نفسي النهارده رايح المهرجان الشرير، ولكني برضه رايح المهرجان الطيب، رايح السينيوم. عندي عرضين النهارده حاجزهم، وتالت ربما احجزه ربما لا. الفيلم الاول هو الفيلم الجديد بتاع كيفن كوستنر، معرفش، او امريكان ساجا او ويست، معرفش ايه كده. والتاني ذا سبستنس بتاع بطوله ديمي مور، بيقولوا فيلم دموي ومقرف وحاجات زي كده، وايه يعني ولا بيهمني خالص يعني. النهارده اول يوم اقف ده كله في محطه الاتوبيس، ومفيش حد واقف معايا، ابتديت اتوتر ان احتمال خط الاتوبيس يكون اتغير ولا حاجه، وابقى لبست رسمي، لان الفيلم 11 الا ربع، الفيلم سوري 12 الا ربع، فمفيش مجال ده يجي دلوقتي يلبست، لان الطابور لسه والدنيا والسكه تقريبا كلها على بعضها بتاخد ربع ساعه، تلت ساعه، خمس دقائق يعني. انا ايه في الضيق منه شويه، مش براحتي قوي النهارده. ربنا يسهل وما نلبسش مقلب غير مرحب بيه ان شاء الله خير. 11 وثلث، الفيلم في 23 دقيقه. انا ما جيتش في ميعاد وحش بصراحه، بس الاوتوبيس ابن اللذينه كان هيمشي ويسيبني. هو جه مكربس جدا الناس، وانا شاورت، وما كانش عنده نيه ان هو يقف. وبعدين في ست عجوزه طيبه الله يبارك لها يا رب يعني، كانت دايسه ان هي عايزه تنزل، ولولاها ما كانش فاتح، ما فتحش الباب اللي قدام، فتح الباب اللي ورا بس. والست نزلت، اكتشفت انها في المحطه الغلط، وطلعت ثاني يعني. سدت لو ما كانتش غلطت كان زماني واقف في الطابور على باب البلد من بره مثلا ولا حاجه، فاتقضت يعني الحمد لله. طبعا سلوكيات مش حلوه ما نشجعهاش ابدا في ملاعبنا، يا ريت لو حد جه المهرجان ما يعملش زي ما انا عملت كده، بس اهو اللي حصل يعني. صباح الفل. كل ده عشان كيفن كوستنر ونبي احنا هنلبس حته مقلب كلنا، ده راجل. يلا نتكلم بعد الفيلم. طب جماعة، أنا كنت فرجتكم على أقصر طابور في مهرجان كان، دلوقتي ممكن أفرجكم على أطول طابور أنا أشوفه يعني في مهرجان كان. بص حضرتك من هنا، وبعدين تطلع برة في الحتة الأوبن ديت، وبعدين تلف تاني، وبعدين تيجي كده، وبعدين السينما المفروض مش باينة أساسا، هي هناك سموير كده. أنا كنت واقف هناك امبارح، وكان بالنسبة لي طابور مش قصير برضه. أنا غالبا هقعد على الأرض النهاردة. دخلت يا جماعه وقعدت وكل حاجه تمام والله، كرسي كويس كمان يعني. انا في مرات كنت داخل قبل كده بكتير، وقعدت في كراسي اسوأ من كده بكتير. السينما عملاقه بنت اللذينه، انا اللي اسأت تقديرها. انا مش عارف محموق على ايه اصلا يعني. رايح مهرجان كان في 2024 عشان اتفرج على كيفن كوستنر وديمي مور، رايح مهرجان كان في 2024 عشان اتفرج على نسخته في سنه 95. اول فيلم اخرج منه وهو شغال، الحمد لله وصلنا للمايلستون ديت اخيرا. الساعه كام يا عم؟ الساعه 2 الا ربع.
اتنين الا ربع انا عشت المأساة ديت لمدة ساعتين كاملين. فيلم بتاع كيفن كوستنر ده يا جماعة، يا ساتر يا رب يا جماعة، الراجل ده تعبان والله في دماغه، عمال يعمل نفس الفيلم من سنة 90 يا جدعان. ما هو هو دانسز وولفز، وهو هو ووتر وورد، وهو هو ذا بوستمان، وهو هو وايت ايرب، وهو هو معرفش عمل نفس الفيلم ده 3 4 مرات قبل كده، ولا هو هو نفس الفيلم وبيتعاد تاني ولا ايه الحكاية؟ لا يا عم لا يا عم، مش للدرجة. هبص على الموضوع، هبص على الموضوع. انا حاسس ان انا شفت الفيلم ده قبل كده مش مرة واحدة، انا شفته كتير. هو الحوار بتاع امريكا اللي في القرن ال19 والهنود الحمر والاراضي اللي بتتعمل والصراع اللي معرفش ماله والجيش اللي معرفش مين والناس اللي هربانه والويسترن معرف يا ربي. لا وايه، استنى، اسم الفيلم هورايزن ان امريكان ساجا تشابتر 1، تشابتر 1 ده لسه في تشابتر 2. فيلم عامل زي المسلسلات يا جماعه، زي المسلسلات اللي هي السوب اوبرز بتاعه الظهر اللي محدش بيتفرج عليها دي، عاملين نقدم في ناس وكل ممثلين كلهم الكاست كله عامل زي الممثلين بتوع برامج المسابقات بتوع القناه الثالثه. انتوا مش هتشوفوا الفيلم، تشوفوه ليه يعني؟ اللي هم لو حد خبط في الفيلم ولا حاجه هم اللي هتشوفوه، ما تعرفوه يعني. الاسمين اللي اعرفه منهم سيانا ميلر ولوك ويلسون، اللي هم ناس يعني الظهر اكل وشرب عليهم من زمان، مع كامل الاحترام ليهم السادة الفنانين العظماء دول يعني. وفي شويه ممثلين للريجولر فيزز بتاعت نفس الافلام اللي بنتكلم عليها دي. الفيلن بتاع ذا بوست من موجود في الفيلم، لسه خبط فيه قبل ما انزل على طول، كان متقدم يعني بيتقدم بعد ما الفيلم عدى منه ساعتين. كيفن كوستنر افندي عامل نفسه الفنان شريهان بيدخل الفيلم بعد ما عدى منه ساعه. بصراحه مشهده افضل مشهد في الفيلم يعني، التسلسل اللي هو ظهر فيه ده، بس الدنيا من ولسه بنقدم اللي هو ايه الحلقه الثانيه او الثالثه من المسلسل، بتقول ايه يا رب صبرني، يمكن اكمل، يطلع ممكن في حاجه كويسه ولا مهمه قدام. بس لا يا عم لا يا عم، انا ما كملتوش فمش مش هقيمه. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الفيلم الثاني دوت مش هيبتدي الساعه كام؟ 5:15 باين، فاكل. انا كنت ناوي اكل بعد الفيلمين عشان كمان اخد معايا ساندوتش تاني يعني، طبعا هاكل فايف جايز اكيد يعني. المهم انا خطتي النهارده يعني كنت اخبط الفيلمين دول وامشي اروح عشان عايز انشر الفلوج الاولاني، وعاوز اوضب الماتيريال بتاعت الفلوج التانية ابعتها لشحروري، وعاوز ابلان اللي فاضل من الرحله، وعاوز اسالكم، عاوز انتوا شفتوا المفروض قبل ما تشوفوا الفقره دي يعني هتكونوا شفتوا الفلوج الاولاني. انا حاسس ان انا مش مديكم كفايه في المهرجان، اللي هو الحاجات اللي انتم مستنيين تشوفوها من مهرجان كان، اللي هو بقى معرفش ريد كاربت، مناظر جامده وحاجات بتلمع في السماء وبتاع. انتوا عارفين ده مش جوي، انا بهرب من الحاجات دي، انا عايز اتفرج على افلام واخد تجارب لطيفه في هدوء. الموضوع ده انتم مفتقدينه قوي يعني. لما اروح انا ناوي بكره ان شاء الله اروح المهرجان الشرير واحاول اخطف شويه حاجات كده يعني، هعمل حاجات انا مش مرتاح لها يعني، ادخل جوه الباليه والف شويه ونصور حاجات من هناك وبتاع. المفروض ان في بلاج ليه دعوه بالفيستيفال، انا معرفش لو ده مفتوح للبادجت بتاعي ولا لا، هجرب اشوف برده لو اعرف اصور من هناك حاجات وبتاع. شكر ليكم على اي حال من الاحوال، وبعرفوني في الكومنتات يعني. انا على عكس اي فيديو تاني في الفلوج دوت، انا هبص في الكومنتات اخد منكم اراء، اخد منكم حاجات، نعرف اذا كنا نعيد التجربه دي تاني ولا بلاش منها ولا ايه النظام. الوضع الان على النحو التالي، الساعه دلوقتي 4:45، انا كان عندي فيلم ذا سبستنس اللي هو بتاع ديمي مور ده، بس بعد ما كيفن كوستنر خذلني قلت مفيش داعي اتحمل الصدمه بتاعه ديمي مور، ورحت مغير الفيلم فيلم تاني اسمه رومرز، اللي انا مش عارف من كام يوم كده كان ظهر في حاجه في الفلوج. المهم انا كنت لغيته، وبعدين دلوقتي قريت البريمس بتاعه لقيته انترستنج يعني. اتمنى بس اتاكد من المعلومه ديت بعد ما اتفرج على الفيلم نفسه واحكي لكم هل هو فعلا انترستنج ولا لا، او يستاهل ولا لا. المهم بقى ان انا في اللحظه اللي لغيت فيها ذا سبستنس دوت لقيت شوقي بعت لي رساله بيقول لي اوعى تسيب ذا سبستنس، فيلم غريب ومتميز جدا وضارب وبتاع ولازم تشوفه وما اعرفش مين. ده بعد ما كنت لسه لغي الفيلم. المهم يعني هو لسه عروض بكره وبعده ما جبتلوش تذكره، بس هحاول طالما توصيه من عم شوقي الجامد ما ينفعش نغزله في ذلك. بس المهم انا البرنامج بتاع النهارده ما فيهوش الا كده يعني، انا عايز اتفرج على الفيلم دوت وبعدين هروح على طول، علشان عندنا اعمال مكتبيه كتير. عايزين نطلع الحلقه بتاعه الفلوج، في حلقه دور 16 عاوزين نبص عليها ونبعت فيدباك لعم شحروري، في شويه حاجات عاوزه تتكتري، شويه حاجات عايزه تتعمل. انام بدري شويه برضو، كنت ناوي ابتدي اليوم بتاعي متاخر بس الحقيقه لا، هو هيبدا بدري. انا يومي هيبدا من الساعه 9 الصبح المفروض اول عرض، لاني لقيت تذاكر دي ابرنتس وشراودز. دي ابرنتس دوت اللي هو بتاع دي ابرنتس ده بتاع قصه ترامب المفروض، سيباستيان ستان، وشراودز دوت بتاع ديفيد كروننبرغ، في جاي بيرس وفي فانسون كاسل وفي حاجات زي كده. خبطتهم يعني، عملت فقرتين بكره، فقره صباحيه في المهرجان الطيب وفقره مسائيه في المهرجان الشرير، كتعويض عن اني النهارده المفروض يعني هرتاح شويه فاشقى بقى بكره. بس هي دي الخطه، واسف على اللخبطه اللي انا فيها ديت. عموما
يعني انا بعد شويه تفكير توصلت لمين المسؤول عن اللخبطه اللي انا فيها ديت. المسؤول يا جماعه هو ماهر بكل تاكيد، لان ماهر لو كان فضى نفسه وجي معايا المهرجان كنا قعدنا نفكر مع بعض، كنا اخترنا الافلام مع بعض، كنتش فضلت واقف في الطوابير لوحدي عمال اكلم روحي او اكلمكم زي المجنون ما انا قاعد عامل دلوقتي والناس كلها عماله تتفرج عليا. كان زمان في حد اخد ودي معاه ونفكر ونعمل ونحضر افلام ونتناقش ونشجع بعض ونطلع الكاميرا ونعمل فيديوهات وبتاع. فطبعا اتمنى بس ان هو يكون عنده الشجاعه الكافيه ان هو يعترف بمسؤوليته عن المشكله اللي هو تسبب فيها ديت، ما يعملهاش تاني ان شاء الله. في حدث غريب وغير مفهوم، كنت واقف في محطه الاوتوبيس مستني الاوتوبيس اللي انا عارفه العادي، فجاه لقينا اوتوبيس بدورين بتاع سياح ولقيت كل الناس اللي واقفه في المحطه بتركبه، رحت راكبه انا كمان. سالت الراجل قلت له بتروح المحطه اللي انا بحب اللي انا عايز الاقي سمر جريد ديت؟ قال لي اه. قلت قشطه، وطلعت قعدت فوق في الحته المفتوحه. اي حاجه اللي يجي.